حصل اليوم لن يمر من دون حساب. ايه. سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن. ايه. هذا وعد للشهداء. يعني كله بيحكي والعدالة جاية وصار لنا سنة وما اجى شيء. بس هن ما خاصوا. عرفت كيف؟ حكي. بدك موتي وطالب مني الشيء، حامل خوفي مش عم بعرف داير، شايف شوفي مش عم بعرف هاجر، سامع صوتي بدك تسمع هيدا فاجع، هيدا فايع، هيدا عقله جسمه سايب، هيدا بيحكى باسم الغايب، هيدا طبعا منه نوم ورايب، هيدا حكمه فايق اكل نايم، حارب مارق على ظهره كم محنة شارب، على قهره كم شحنة فايق، انا سارق نعاس واعي بعرق ساكن قلق، ماسك ورق من قيمة انعدم بهالبلد، من ايكم فقع وصار عدم، من ايدن ردم وصار عدم، من دينن حكم بكم صنم، من عيدن بكرة قصتن، عندي الدار اعطيهم صفن، عندي حجار عبورق صفن، بكره قصتن لان تهمل بسينة كأن قصتن، يا بيعزمو لك ابليس يا على جهنم سقطن، 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 وبتفعوا البلد يا كلاب، فكركم تزمتوا عسيرة وزراء ونواب، ما البراد بيسمم المعدة والشاشة بتسمم الدماغ، ولا نسيتوا أي نوع كره بيخلق بعتمة الغاب، النوع يلي ناطركن على البواب، النوع اللي مأذي اللي بيخلق أصلا جلاد، صالي ناطر صالي ناطر ليربط حبل حول هالرقاب، صالي ناطر صالي ناطر ليربط حبل حول هالرقاب، صالي ناطر صالي ناطر ليربط حبل حول هالرقاب. Electricity. We don't have money. The banks took all our money. The government took our money. شخصين أو ثلاثة من عنا حاولوا يفتحوا الباب المستودع لأنه ما كان في حدا ناطرهم ولا حدا عم بيوجهن إنه شو في جوا ناطرهم ولا مفتاح المستودعات والعنبر مع مين. قال لي سكرة تنلحق خيك برجع بحكيك بعدين. وما عاد حكينا. And the sounds of the alarms going off is something that's going to stay with me for the rest of my life. هناك مناشدات من كافة المستشفيات خاصة المستشفيات في بيروت. فادي أول شيء أنا انتقلت إلى منطقة مار مخايل. المنطقة منكوبة بأكملها. هناك ناس بالمنازل مجروحة. بعض الناس يقال إنه هناك ناس تحت الركام. ناس هناك على الأرض كلها دم. بدك موتي وطالب مني السجاير، حامل خوفي مش عم بعرف داير، شايف شوفي مش عم بعرف هاجر، سامع صوتي بدك تسمع هيدا فاجع، هيدا فايع، هيدا عقله جسمه سايب، هيدا بيحكى باسم الغايب، هيدا طبعا منه نوم ورايب، هيدا حكمه فايق اكل نايم، حارب مارق على ظهره كم محنة شارب، على قهره كم شحنة فايق، انا كان بعشق له معنى إذا طور، لأن لازم تكون القضاء سريع بهالموضوع، لأن مثل ما بيقولوا العدالة المتأخرة ليست بعدالة. مثل ما بتعرفوني أو بيعرفوني أهلكم، أنا العماد مش هالعون.
بس مثل ما بقول هذا لبنان، انه لازم تتوقعي كل شيء.